نقيم على دارك نفرق على الأرض الحزينة بالسما العالي بالسما العالي بالسما العالي ساعة. ليش ما فتت لعند ابوك؟ عم يسأل عنك. بعرف شو بده، الكرسي وماني قادر اجيب له اياها، مشان هيك عم تجنبه. طيب ليش نايم على تختي؟ عم استناك، بدي احكي معك بموضوع. لا مالي فاضية، بكره آخر مادة وعندي دراسة كتير. آخر مادة بتتخرجي؟ إذا نجحت. إن شاء الله. معك مصاري؟ معي. قديش؟ معي. يعني معي شي 25 ليرة. خذي هدول بلزموكي. شو هاد؟ شايفة معك مصاري كتير. هو مشان هيك بدي احكي معك، لانو انت بتفهمي اكتر مني. انا صاير ما عم بفهم شي بنوم. عبير هربت من عند اهلها واجت لعند جدة. ها مين هي عبير؟ ومين جدة؟ بنت بنته لشاكر. بعلمي ما عنده اولاد. مرته لشاكر كان عندها بنت، هو رباها، بعدين هي صار عندها بنت اسمها عبير. اول يوم كان بده يقلعها، بعدين صار يعاملها منيح. شي بتلاقيه بده اياها، شي ما بده اياها، شي بيبعتها معي على الطريق، شي بده اياها تقعد بالبيت. وشو عم تعمل معك؟ ولا شي، بس المهم ما تضل عنده بالبيت. معقول؟ مو هذا المهم. رجع منعها تروح معي، بعدين بعتها معي. واليوم لما جيت لعنده على البيت لقيته مشتري لها مكوايه وتلفزيون وبراد وغساله وطاير عقله فيها. وقولي كمان عطاني مصاري زياده عن حقي. طيب شو المشكله يعني؟ شو المشكله؟ يعني بدي افهم شي من اللي صاير. هلا انت لشو بدك توصل؟ بدي اعرف ليش ما بده اياها تضل عنده بالبيت؟ ليش اوقات بيحبها واوقات ما بيحبها؟ اي طمن، باين بيحبها وبيخاف عليها كمان. بيخاف؟ من شو؟ بجوز بيخاف انه حدا يشوفها عنده. بجوز عم بعتها معك على الشغل لحتى تتعلم وتستلم الشغل من بعده اذا صار له شيء. يا حبيبي تكون كملت. جاب تلفزيون وبراد وغسالة. احنا عنا 4 تلفزيونات. كذاب. انا ما بكذب. ليش 4؟ واحد بكفي. ابي حاطط بكل غرفة تلفزيون، عنده واحد كمان بالسيارة. هلا بيان كذبه، ما حدا بيحط تلفزيون بالسيارة. ليش؟ كيف بدهم يشوفوا وخصوصا الشوفير؟ يشوفوا اللي قاعدين ورا. احنا عنا تلفزيونين بالبيت. بلشتي تكذبي، هلا قلتي لنا جاب واحد. عم بحكي على بيت امي. اثنين؟ معقول؟ مو 4؟ ليش بيتكم كم غرفة؟ عنا 5 غرف وصالونين وغرفة قعدة كبيرة ومكتب للبابا وغرفة لا مكرم. ساكنين ببناية؟ لا فيلا. كذاب. ايش يفرجك؟ بتروحي؟ لا انا ما بقدر اروح. هلا
بس خلص الشغل بعد ما افرجك اياها. يلا يا اخي. مرحبا. أهلين. عفوا، يمكن كأني أنا بعرفك. ما كيفك كمال؟ أهلين، بتعرفيني حضرتك؟ مو أنت كمال كنت طالب السنة الرابعة بكلية الحقوق؟ أيوة وعد. أنت طالبة السنة الأولى الخجولة كتير، ما؟ تماما. وهلأ قدمت آخر مادة بالسنة الرابعة. ما شاء الله، هديش متغيرة. قديش متغيرة؟ كتير يعني هيك كبراني و تفضل. هون بيتنا. هون؟ لا خلص، خليها غير مرة لأنه هلأ تعبان شوي، هيك مرة تانية. طيب تفضل ارتاح واشرب لك فنجان قهوة. ما بعرف، ما في أحراج؟ لا أبدا ما في أحراج، تفضل. شرف. ماما؟ ماما في معي ضيف، تفضل. شكرا. مرحبا. أهلا وسهلا يا ابني، تفضل. سيد كمال زميلي بالجامعة. فرصة سعيدة جدا. سلامتك عمو. تفضل ارتاح. شكرا. قلي شو أخبارك؟ وين صرت؟ أنا هلأ ضابط بالشرطة المدنية. يعني مدير ناحية مثل ما كنت بتتمنى. الحقيقة إجا حظي بالأمن الجنائي. طيب أحسن، على الأقل هي فيها مغامرة أكثر. هي فيها مغامرات بس أنا أسا ما عملت ولا مغامرة. شو بتحب تشرب؟ معلش ماما أنا رح بعمل قهوة. سادة طبعا ما هيك؟ من ايام الكافيتيريا بتتذكري. تكرم عينك. اهلا وسهلا. اهلين خالي. خير، شو بقول عم؟ وبسام كان معلم عمار، واعي وانكسر ظهره، وصل له فترة منيحة على الحالة. معافى يا رب. هلا انت شرطي؟ اي نعم عمو انا شرطي. انا بدي اشتكي على ابني، فيك تحبسه؟ ابو بسام. لك تركيني بدي اشغلني. خير عمو، شو القصة؟ من مدة وعدني يجيب لي كرسي بيمشي. انكسر ظهري وجنابي عم توجعني وراح موت بالتخت، وكل شهر بيقول لي هالشهر والمصاري ما كملت. لك سامو بدي عم يكذب علي. ابو بسام عيب هالحكي. خلص عمي بامرك، انا من بكره بعمل له فركه اذن وبخلي لك اياه يجيب الكرسي غصب عنه. انت كذاب مثله. بابا معلش معلش، خليه يحكي وخليه ياخذ راحته. الله يخليك يا ابني، لا تواخذنا، كل ما اجى له ضيف بيعمل هيك. لك انا موجوع؟ رح تموتوني بالتخت؟ لك بدي اطلع بدي اشوف الدنيا. معه حق، والله انا زعلان عليه ماني زعلان منه، يعني الوضع اللي هو فيه ما بينحمل، ما بعرف شلون قدران تتحمل. انا اسفه كثير كمان. عادي. صحيح ما قلت لي، شو جاي تعمل بحارتنا؟ كنت جاي عم دور على غرفه. ولقيت؟ لسه ما لقيت، وداقت اخلاقي ومليت بصراحه من الدواره. طيب إذا ما لقيت رجع لعنا، بركي نحن بنقدر منساعدك. مرحبا عمي. أهلين. كيفك؟ مستورة، تفضل. شو بدك قعدني هيك برا؟ بعرفك بتحب القعدة برا. لا جوا أريح. مثل ما بتريد، تفضل لجوا. شو عمي؟ شايف صار عندك تلفزيون؟ لكن وبراد وغسالة ومروحة ومكواية. خير، شو الموضوع؟ قلت لحالي بركي انتقلت عالشام بكون جاهز من مجاميعه. عم تحكي عن جد عمي؟ قلت بركي. بتعرف شو عملوا ولاد المرحوم جاسم؟ شو عملوا؟ باعوا أرضهم. ايه الله يهنيو. بتعرف مين اشتراها؟ لا. باعوها لشركة مقاولات ورح تطلع قبضية. بيصير عندي جيران بتونس فيهم. حزير قديش اندفع لهم فيها؟ شي مليون. قبضوا 8 ملايين ليرة، كل واحد 4 ملايين، بهالإيد قبضتن إياها. أوف، مو كتير.
هات أرضك وهي 10 ملايين ليرة. ولا 20. لكن شو بدك؟ هي الأرض لعفاف. عفاف ما بدها الأرض. أنوار، إذا لازمك مصاري بعطيك قد ما بدك. يا عمي أنا ما بدي مصاري. لكن ليش بدك تضيع حق عفاف بالأرض؟ بدك تعطيها لعفاف؟ اتفضل اكتب لها الأرض باسمها هلا. تكرم عينك، هلا بكتب لها نصها. لا كلها. النص الثاني لجابر. جابر رح اتخى ضامه بالسجن، ما له طلع منه. لبنته. يا عمي البنت ضاعت وانتهى امرها. عمي هذا الكلام اللي عندي وما عندي غيره. يا عمي بدك تفيني بيع الارض. رح بعطيك نص مليون وتحل عني، شو رايك؟ ما بيكفي. قديش بدك؟ 1.5 مليون. ما عندي وماني مجبور اعطيك. وحقوق مرتي؟ مرتك ما لها عندي شيء. ايه مثل ما بتريد. انوار كف بلاك عني. ها اللي له حق بده ياخده. انوار انت بتعرفني منيح وبتعرف انك مالك قدي. انا لهلا ما حكيت للطير شو عم تعمل. الطير قصص وجناحاته من قالوا انكسر لما فات جابر على السجن. راس المعب. والله والله لولا عفاف ما طالعتك من هون. طيب نلع. ليك ليك هذا بيتنا ونحن هذا بيتنا وهذا بيتنا وهذا بيتنا. صوت صوتك والله عظيم ماني عم كذب عليك. تعال نسأله. ما بدي حدا يشوفني. معناتها انت كذاب. كذاب كذاب مثل ما بدك بس امشي. خير معلم. اهلين. هاي غلة اليوم. الله يعطيك العافية. جدا انا كمان هي شغلي اليوم. طيب طيب خليهم معك هلا. الله يرضى عليك يا بسام، بكرة الصبح بكير بدك تيجي لعندي مشان توصلني مشوار ضروري. حاضر معلم. تأمرني شي تاني؟ سلامة عينك. الله معك. تصبحوا على خير. انت من اهله. عبير. نعم جدا. بدي اسألك، انت بتحبيني؟ قد عيوني. وبدك تضلي عندي؟ طول العمر. طيب وامك؟ شبه امي. ما بدك تروحي لعندها؟ امي عندها ولادة وانت ما عندك حدا، بدي ضل عندك. وما بتتركيني شو ما صار شو ما صار؟ شو ما صار؟ بس أنا ما بدي إياك تروحي على الشغل. جدو الشغل بس لو في حق الغراض وبعدين برجع على المدرسة. وما في مدرسة. جدو أنا صحيح بحبك وبدي ضل عندك بس بحب المدرسة أكتر من كل شيء وبدي أرجع لها. يا جدو يا جدو المدرسة بعيدة كتير، هون ما في مدارس. بسام بيوصلني. بتعرفي عمك انور كان هون اليوم. هو امي جا وحده عم يدور علي. ما هيك عم يدور على لعبه جديده يتسلى فيها. بس انت ما عندك لعب. لعبة كبيرة بده ياخذها منك.
كمان ما عندي لعبة كبيرة. عندي عندي بكرة بكرة مع الأيام بتشوفيها. عمتي عمتي كمال تعال، أنا هون بغرفتي. خير شبك؟ شو القصة؟ حاسة حالي تعبانة. ما بدك تتعشي؟ عمت بدي احكي معك. ماشي حاضر. اليوم اجى لعندي سلفي وابنه. ايه شو بده؟ اعطوني حصتي من شغل المعمل. ايه قديش بتعتقد اعطوني؟ يعني لازم يعطوكي مثل كل شهر بين 30 و40 ألف ليرة. اعطوني 6000 ليرة. اوف، وليش مكترين كذا هالقد؟ لحتى تعرف شو عم يصير فيني وانت ساكت. طيب يا عمتي قلي لي شو بقدر ساوي لحتى ساوي. اترك الشرطة وتعال استلم إدارة المعمل. أولا الشرطة ما بقدر بتركها، ثانيا في شغلة بدك تنتبهي لها، إنه المعمل لهم في أكثر منك، يعني إدارة المعمل من حقهم هن. ومن حقي يعين مشرف من عندي. مزبوط، خلص أنا بكرة بنزل بلاقي لك مشرف ابن حلال وكويس وأمين يدير لك كل مصالحك بالمعمل. إذا بدي استنى لحتى تلاقي لي مشرف رح يروح المعمل كله من إيدي. لك يا عمتي وين بده يطير يعني؟ أنا مالي زعلانة على المبلغ يلي لطشوه مني، المصيبة أكبر من هيك بكتير. طيب عمتي بس فهميني شو القصة؟ قال بدهم يعرضوا المعمل للبيع. ليش؟ قال الآلات صارت قديمة والإنتاج قل كتير وعم يكلف أكثر مما عم يشتغل. يا عمتي لا تخافي من شي، إذا أنت مالك رايدة تبيعي ما في حدا بيقدر يجبرك على البيع. يعني أنت هيك حليتها؟ طيب عمتي أنا بوعدك إني بكرة فضي حالي وحاول روح عند المحامي وشوف شو بيطلع بإيدي وساوي. بكرة عنا حمل يا شباب. ها وزعت البضاعة كلها أنوار؟ اي والله انوار يا شباب. السلام عليكم. انوار وينك؟ وينك؟ استنى زمان ما شفناك. انت بالقلب يا عبد الحميد، بس مثل ما بتعرف شغل ما بيرحم. إيه لا ابو النور لا، ما بنشوفك الا وقت الزنقات. خير شوفي مشتاق لك يعني؟ شو ما بيصير ابو النور؟ مربيك على ايدي هدول اللي بالمشرمح شو بدك؟ شاكر يا عبد الحميد. شاكر اسمه المعلم شاكر. عم بحكي عن جد. شباب اذا عن جد من اولها هكا بدي اياه يبيع الارض والبيت اللي ساكن فيه. وقديش فيها الشغله؟ ما فهمت. قديش حق البيعه؟ 10 ملايين. حلو، محرزين والله. شو قلت؟ اسمع لك، كل مرة بعمل اللي بدك اياه وبتاكل البيضة والتأشيرة، هالمرة بدي اكل معك وبدي اكل لاشبع. وانا تحت امرك. بدي 5. 5 شو؟ 5 ملايين. معناتها انت فهمان غلط. مالي فهمان غلط، والملعوق القديم لساعته يبالي ذكرك فيه. طيرنا العصفور ولطشت البنت وطلعت انا بسواد الوش. ولك انا مالي من العملية كلياتها الا مليون ليرة. شو عم تحكي؟ مليون؟ شو مليون ابو النور؟ وينك؟ رفيقك اللي كنت تحطه تحت باطك وتلعب فيه خلص محمات. نحن هلا اولاد اليوم وشغلتك كلها ما فيها مصلحه. هلا انت بدك تغير شاكر ولا لا؟ لك اخي انا عم بحفر لحالي واللي بيطلع بيطلع لي لحالي. لك انا ما بدي من العمليه الا مليون ليره. شبك شو يعني؟ خليه بيع ومبروك عليك هو حق الارض. اذا هيك تركني فكر لك. انا اهلا وسهلا، شرفت، مع السلامه. اهلا استاذ شاكر. فاضي؟ انا بامرك. خليك هون جدو. شرف خليكي برا. وين الطير؟ سافر لايطاليا، عم يجهز فندق سياحي. هلا وقتها خير في شيء؟ شفت البنت اللي برا؟ شو بها؟ هي بنته لجابر،
بدي اياك تسجل لي بيتي والارض باسمك. خير في مشاكل؟ ما في شيء، بس الموضوع بدي اياه يتم بسرعه، واعتبر نفسك مسؤول قضائيا عنها. على عيني وراسي، على كل حال هي بطاقتي، اذا لازم شيء تتصل فيه. اوراق السجل العقاري معك، بلش بالموضوع اليوم. حاضر. شرف سيدي. ماما نحن اجينا. كمال معي، تفضل كمال. مرحبا. اهلا وسهلا يا ابني، تفضل. شكرا. كيفك عم تطمنا؟ مو انت الشرطي؟ اي نعم انا الشرطي. ولك شفت؟ شفت انك كذاب؟ والله معك حق. ايه بالحكي. خلاص انا بامرك عم، هلا بدي احبس لك ابنك اذا ما جاب لك الكرسي. اسمعنا من الحكي كثير. مشان الله يا ابني لا تواخذنا. لا بالعكس، معه حق، انا بستاهل اكثر من هيك. لا تلوم حالك، نحن كلياتنا ما بنقدر نعمل شيء. بس المشكله اني انا بقدر اعمل. لقيت بيت؟ والله يا خالي لسه. اسمع يا ابني، نحن عندنا غرفتين مفروشين وفاضيين، كنا ناجرها لرفقات وعد بالجامعه، بقى شو رايك تستاجر وحده فيهم؟ يا ريت، كون ممنون. اجرتها 1000 ليره بالشهر. بابا وبتدفع حق الكهرباء والمي منك. يا عم انا كل راتبي على بعضه 2500 ليره. ما بيهم الاجره، قد ما بدك تدفع دفع. وبتدفع اجره 6 شهور سلف. حبيبي لازم لنا مصاري، بدنا نشتري كرسي. بابا شو هالحكي اللي عم تحكي هاد؟ ما حدا بيدفع 1000 ليره اجره غرفه، انت ليش هيك عم تعمل معنا؟ لانه كذب علي. طيب واذا جبت لك الكرسي؟ تاخذ غرفه ببلاش. اتفقنا. مو همه شيء بالدنيا غير الكرسي. ايه مزبوط، ومعه حق، لانه الكرسي بالنسبه له غير عيشه وغير حياه، من حقه يحصل عليها. طمن قلبي شو صار معك؟ استوي استوي استوي. بده يبيع؟ طبعا بده يبيع. بكتب لك شيك؟ لا طول بالك شوي لسه بكير. شو يعني؟ قال لي هو موافق مبدئيا بس عم هني اسبوع. اسبوع؟ طيب بركي بهالاسبوع هذا عرف انه الارض دخلت بالتنظيم وبطل يبيع. طمن بالك من هالناحيه، هذا لا بيفوت ولا بيطلع ولا بيقابل حدا. ولا نفترض يا سيدي هو لما دري بالمبلغ طار عقله. شو عم تحكي؟ انوار انا عم ادفع اجره اليات واقفه. ها انوار لما بيوعد بيوفي، ريح بالك خاطرك. شو عم تعملي؟ راح تحرق البنطلون. جدي بعد عني احسن ما احرق لك ايدك. احرق ايدي انا ولا انت؟ هالشغله شغلتها؟ لا لك انا بعد عني. منيح هيك؟ لا بعد اكثر. يا اما روح شوف لك شي شغله. ما عندي شغل. عود لك انا شو واقف عم تعمل؟ عم بتفرج عليكي. هلا مو شايف حدا بعمرك عم يكوي؟ اليوم المرحومة ستك ما حدا كوى بهالبيت، لك رايح تحرقيه؟ يا جدي يا جدي الكوي شغلة مو لعبة، أنا تعلمته من جارتنا لأنه أمي ما بتعرف تكوي منيح. أمك بعمرها ما تعلمت تعمل شي منيح. قال شو؟ بدي يجيب واحد خبير يتمن المعمل. عمتي؟ بدي اسألك، المرحوم كان عنده كرسي بدواليب، وينه؟ قالوا إذا ما عجبني بجيب واحد من عندي. واحد شو؟ خبير. طيب كرسي المرحوم وينه؟ مفكر إنه يخوفني، قال بده يبيع المعمل، وهو ما بيستغني عنه، من يوم ما مرض أخوه وهو عم يحلم بالمعمل، دحش حاله وضل يروح ويجي على هالمعمل. طيب والكرسي؟ ولك شبك انت؟ كل ما بقول لك شيء بتقلي الكرسي. لاني عم بسالك عن كرسي المرحوم. شبه؟ وينه؟ عندي على سقيفه. كثير منيح. بصراحه في رجال فقير ومقعد وبحاجه لهالكرسي، وانا ناوي اخذه واعطيه. اي لا ما حذرت. هذا الكرسي ذكرى من المرحوم وما فرط فيه. إيه بس هذا عمل انساني. اشتري له واحد من السوق. دورت وما لقيت. مزبوط. وقتها نحن وصينا عليه من فرنسا. ومشان هيك انا بدي اخذه للكرسي. ما بقدر اعطيك اياه. يا عمتي شو بدك فيه لهالكرسي؟ يعني المرحوم ترك ذكريات كثير، تذكريه بالذكريات الظريفه، بعدين هذه الذكريات الكرسي ما بيزيدها الا الم، تذكريه قبل ما يمرض مو بعد ما مرض. وبركي لازمني بالمستقبل. الله لا يقدر، بعدين صار في كراسي على الكهرباء، هذا الكرسي صار دقه قديمه. ليكو على سقيفه،
اطلع نزله وخده، بس انت واخده لا تورجيني اياه، ما بقدر. امري. طيب، اهلين اهلين وسهلين. شو كنت نايم؟ ماني مصدق طير بذاته. شو شاكر شايف؟ حابب عصاية؟ تفضل تفضل فوت. خلينا نقعد هون، ليش عندك حدا؟ ما عندي حدا، تفضل فوت لقلك فوت. يا الله. شو أخبارك؟ خايف. خايف؟ شاكر خايف؟ خايف من ايش؟ من أنوار. شو بو أنوار؟ بده يصفيني. انت خايف منه؟ خايف من الغدر. مشان هيك لكان حامل عصاي. فوت فوت لجوا. يا الله، انا حامل عصاي لانه انوار عاده بيجي لعندي مثل الوقت. مو مشكله، إذا بدك فيني نخلصك منه. لا ما بدي إياك تأذي هلأ. شو بدك لكان؟ تضلك طول عمرك خايف منه؟ بدي إياه يبعد عني، وخصوصي بهالفترة. ما فهمت عليك، شو قصدك؟ عبير عندي هربت من أنور لأنه كان عم يضربها. وبدك ياني ما أذي؟ اسمعني للآخر، أنور بده ياني بيع الأرض والبيت. عم فكر لهلا ما عرفت شو مصلحته من هالشغلة. اجى لعندي وهددني. مالي بالعادة طول عمره بيشتغل من تحت لتحت، هالمرة اجى واجهني مواجهة، مشان هيك انا خايف منه. هددك؟ وانت خايف من تهديده؟ لك مالي خايف على حالي، خايف على عبير. وشو دخل عبير بالموضوع؟ عبير صاحبة الارض والبيت، انا رحت كتبت لها ارض باسمها، وإذا صار شيء على عبير صارت الأرض العفاف، وهذا اللي بده يا أنوار. فهمت شو قصدي؟ وين عبير؟ عم ببعتها تشتغل مع الأولاد. شبك شاكر؟ شو جنيت؟ قلت لك إنه عبير عندي، وأنوار عم يجي لهون، ما بدي أشوفها. طيب لكان هلأ بس ترجع رح أخذها معي. لا، عبير ما بتطلع من عندي اصلا، انا ما بقيت اقدر اعيش من غيرها. شاكر، لا تنسى انه انا قريبها الوحيد واحق منك فيها. عبير ما بتعرف حدا غيري، وانا جده، وانت ما بتقدر تعيشها معها، شغلك كله سفر، ما لك فاضي مثلي. انا هلا رايح شوف جابر وقول له انه عبير صارت عندك. اذا صار علي شيء وعدني انك تحميها. لولا عفاف كنت خلصتك من أنور ومن زمان، وما ضل عليها خطر. أصلا عفاف هي اللي كاسر ظهري من زمان. قوم لقلك قوم. يا الله. ليش كلها تأخرت؟ شو هاد؟ كرسي. بعرف انه كرسي، منين؟ من كمال، زميلي بالجامعة اللي حكيت لك عنه. ضابط الشرطة؟ ايه. ما قلت لك ما بنيها؟ نحن أجرناه غرفة هون بالبيت. وكثير فرحانة؟ لك بكفي انه جاب كرسي لأبوك. ايه وشغلي، وهذا اللي عم جيبه معي. ها، لا تآخذني والله، نسيت انه أخي مهرب. فوت هلا، فوت الكرسي لأبوك. قلنا له انه أنت اللي جبته، خليه يرضى عليك شوي. يلا. مساء الخير. اهلين امي، جبت الكرسي. لك الله الله يعطيك العافيه يا بسام. الله يعافيك. كيفك سيد كمال؟ شو اخبارك سيد بسام؟ مين جبتها؟ سيد كمال دلني عليها وانا رحت جبتها. لك انت اللي عم تطلع بالك كذاب. ما قلت لك بدي اجيبها جابها. ارتحت؟ لسه، لحتى اقعد عليها.
شو رأيك هلا تقعد علي ونطلع نسهر عند البحرة؟ لا لا خلوها لبكرة، بدي اشوف السما زرقاء. كرسي؟ مبروك الكرسي بابا. تصوري قديش انا عم اطلبها، هلا هو بده يقعد علي. طالما امن عليها ما في مشكله. سيد كمال تفضل نورجيك الغرفه. يلا شرفوا، على اذنكم يا جماعه. الله معكم. وين رايحه؟ رايحه لعند عمي، صار لي زمان ما شفته. اطلعي انضبي فوق ما في روح. بس طق قلبي من القعده بالبيت، داخلي بدي اطلع. اذا بدك باخذك مشوار، روح لعند شاكر ما في. ليش؟ من زمان كنت تسمح لي، بالعكس كنت تاخذني بايدك. اختي انا كل يوم شكل، انا هيك. طب بدي اشوف بنتي. ليش بدك عند شاكر؟ ما بعرف، عم بقول بركي يعني رحت لعنده. لا انا رحت لعنده مرتين وما لقيت هني. بدي اشوف عمي. اطلعي انضبي مثل ما عمل لي، اطلعي. هاتي لساعدك. جدو طلعت الشغلة مو شغلتك. لك هاتي لقلك طول عمري بنظف البيت بايدي. طب هذا قبل ما اجي بعد لتوسخ الارض برجليك. كبي مي هون لحتى انا بعدين بجيب الشاطة بعد ما بكنس الوسخ. لك 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 هاتي لورجيك اللعب شلون بصير. هاتي لورجيك. يلا عمتي بخاطرك انا ماشي. بدك تروح وتتركني لحالي؟ انا ما بدي اتركك، انت اللي قلعتيني. انا ما قلعتك، انا كنت عم علمك النظام. وانا ما تعلمت النظام، مشان هيك نويت اترك المدرسه. وين بدك تسكن؟ استاجرت غرفه عند جماعه طيبين رح اسكن عندهم. غرفه؟ حدا بيترك فيلا وبيسكن بغرفه؟ خلاص لا يكن لك فكر، انا كل يومين ثلاثه بتلاقيني ناطط وجاي لعندك، ماشي؟ خليك عندي، انا خايفه. خايفه من شو خايفه؟ من سلفي ناوي ياخذ كل شيء. ما بيطلع له. بعدين يا عمتي حقك مبين وحقهم مبين. ايه بس عم يسالني عن الفيلا. شو له علاقه بالفيلا؟ الفيلا مسجله باسمك انت. قال له حصه فيها لانه من مصاري اخوه. علاك تركي عليك مثل ما بده، بس لما بجد الجد تلاقيني هون عندك انا. طيب لا تتاخر علي، تعال كل يوم. تكرم عينك، خلاص انت بس تعتازيني اعملي لي تليفون وبتلاقيني جيت لعندك. ديري بالك على حالك. مرحبا جدو. أهلين. تأخر دياب واستنيناه شي ساعة.
هذا الولد شدوه روحي لقمي الشاي. هذا الولد تصرفاته ما عادت تعجبني، بعت لي اياه. حاضر معلم. كمان في شغله تانية بدي اقول لك عليها. خير؟ انا ما بقدر اخذ البضاعه معي كل يوم المساء، الصبح ودي اخذ عبير بنزل البضاعه معي. خير ليش؟ سكر عنا بالبيت ضابط بالجنائيه وما بدي اشوف البضاعه عندي. الله يصلحكم، ليش لا تسكنوه؟ ما بعرف، هن بالعاده باجروا طلاب، هالمره راحوا جابوا شرطي. ليكون لازمهم مصاري، عم تأثر عليهم شيء؟ أعوذ بالله يا معلم، كل شيء عم طالعه إلهم. لا تبخل عليهم بشيء، وإذا لزمك مصاري إلي لا تستحي. كتر خيرك معلم، مو ناقصنا شيء. نقل البضاعة خطر عليك بالنهار، بعدين هذا الشرطي حاول تتخلص منه بأي شكل، وإذا لزمكم مصاري أنا بعطيك. يسلموا هالإيدين يا عبير. بنيت له تصريفي وكل شي فكرت فيه طلع ماله قيمة. اللي كل شي فكرت فيه لقلك أنا إذا له قيمة ولا لا. بلغ عنه الجمارك؟ نابتة تنحل المصاري بيدفع غرامة. نمنعه من الشغل؟ معقول أنت التاني؟ لك قلت لي معه مصاري وما بيهمه إذا اشتغل أو لا. نبعته للسماء؟ بتروح الأرض للدولة ما بنستفيد شي، بنطلع نحن براني. ما صفي غير نهدده بشكل مباشر بقى. بيستنجد بالطير وهداك بيحميه. إيه أنا ما بخاف من الطير منيح. معقولة لك عبد؟ أحكي غير الكلام؟ نحن أولاد حارة واحدة وبنعرف بعضنا منيح. الطير بذاته بعت وراي وطلب مني خدمة ونفذت له إياها، يعني في إلي وحدة عند الطير. شو عم تحكي أنت؟ معقولة الطير ما بتنازل لحدا؟ بيتنازل لما بتكون الخدمة لجابر. جابر؟ شو طلب؟ أنا لي رجال بالسجن حطيتهم كلهم تحت أمر جابر. منا منكون كفرنا عن ذنبنا، ومن جهة تانية بيصير في إلي وحدة عند الطير. تمام. مساء الخير. مساء الخير علي. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. شلونك بسام؟ تمام. شو مالك جايب معك شي اليوم؟ شو بدي جيب يعني؟ لازمكم شي؟ مو لازمنا شي يا مو، ارتاح. ايه بابا كيفك اليوم؟ هلا صار الحياة طعمة. امتى بدك تاخذني مشوار بسيارتك؟ انا تحت امرك، امتى ما بدك انا جاهز. حطونا شي لقمة. ايه لحق حالك، بجوز بكره ما تلاقي شي تاكل. ابوكي كان بطل، ربيته على ايدي من لما كان ولد. كنت حبه اكثر من ابني لو كان عندي ابن. كيف مات؟ والله ما بعرف، هو بيحكي شيء وأنور وعبد الحميد بيحكوا شيء تاني. هو بيحكي؟ قصدي لما كان مجروح. كان مجروح وبعدين مات؟ هلا نحن جبنا التلفزيون يا جدو مشان تاخدي وتعطي معي. قومي الله يرضى عليك، اشعلي التلفزيون وتركيني بحالي. ما بدي، بدي تحكي لي عن أبي. أبوكي كان رجال ما يهاب الموت، كان يحبك كتير. لما يحملك بين إيديه النور كان يبين بعيونه، لما كنتي تبكي كانت الدنيا كلها تسود بوشه. عندك صورة إله؟ يا ريت، بس بعرف واحد صاحبه لجابر يمكن عنده صورة إله. بكرة بدي دور عليه وجيب لك إياه.
جدي قديش صرنا دافعين من حق الاغراض؟ انو اغراض؟ التلفزيون والبراد. اوه هدول دفعنا حقهم كلهم، كلهم صاروا إلنا. منين جبت المصاري؟ تعي شوفي. هدول المصاري وراتي من أبي، من بعدي كلهم بيصيروا إليك. معك كل هالمصاري ومعيشنا هيك؟ خدي قد ما بدك منهم. أنا ما بدي إلي، بدي أنت تشتري تياب جديدة وتلبس منيح وتاكل منيح، بكفينا على بسردين ولحمة. الو اهلين عمتي. تعال بسرعه الحقني، تعال شوف سلفي. شو بده؟ انا ما عم بقدر افهم عليه، تعال انت تفهم معه. طيب هو عندك هلا؟ ايه عندي. قال ما بيروح لحتى ياخذ جواب. جواب شو؟ كمال هلا تعال انت وبتفهم هون. حاضر، نص ساعه بكون عندك. بسام لا تروح، بدي روح معك. ياب شو وين رايح؟ بعته راي معلم شاكر، رايح شوف شو بده. لا يكون حدا حكي له عنك شي. ها ما بعرف سيك، خليني معك. شو هاي لك راتب؟ خليها معك، اذا ضربك بتخوفه فيها بتسحبه بوشه. شو يضربني؟ اخي ما بتعرف شو حكي له عنك. بعدين لا تخاف انا معك، خليه يعرف انك صرت رجال وما بيهمك منه. امشي انا معك. انا رجال، يلا يلا ضبط وروح. اذا مالكن قدرانين تديروا المعمل اتركوا ادارة المعمل لنا نحن. يا سيد كمال، العطل مو من الإدارة، العطل من الآلات القديمة، والسيارة ما عم تجيب نتيجة، والإنتاج قل للربع، وفي ناس جابوا معمل وصار إنه منافسين بالسوق. طيب والحل؟ الحل بدنا مليون ليرة آلات جديدة ليمشي المعمل. إيه أنا ما معي هلأ مليون ليرة. إيه؟ نحن جبنا خبراء وقدروا ثمن المعمل بمليونين ليرة، يا بتشتري يا بتبيعي. بس أنت هيك عم تحط لعمتي بطريق مسدود. يا سيد كمال فهمت، هالشهر طلع له أرباح قليلة، والشهر الجاي رح يطلع له أرباح أقل، ورح يجي يوم تدفع خسائر. شوف، إذا قصدك بيع المعمل فأنت غلطان، مستحيل بيع حصتي. يا ست هند، بيطلع لك 900,000، حطيهم بالبنك وعيشي من فوائده. بالله، وكيف دخلك انحسبوا معك هيك؟ يا سيد كمال، المعمل حقه مليوني ليرة، عمتك إلى 45%، ربع ملك من قبل، والباقي من الميراث، والفيلا ما جبنا سيرتها. الفيلا تسجل باسم عمتي من قبل ومو داخلة بالميراث من الأساس. الفيلا من مصريات أخي، ويمكن يصير عليها مشاكل. يا سيدي إذا طلع لك تعمل عليها مشاكل لا تقصر. يا سيد كمال، يا سيد كمال، أنا ماني جاي قاتل، يا بتجيب مليون ومئة ألف وبتاخذ المعمل، يا بعطيها 900,000 ليرة وبتبيع. إيه بس نحن عنا حلول تانية، نحن ممكن نساوي حصر قرص ونبيع المعمل كله بالمزاد العلني. لا، المعمل مو لازم يروح للغريب، نحن قسمنا البيضة بالنص، يا بتبيع يا بتشتري. عن إذنكم. شو عم تعمل لا؟ ليش مالك داير بالك على الشغل؟ أنا شو سويت؟ وين عم تترك الشباب ساعات وتغيب عنهم وما تشوفه؟ ولا شيء معلم، ولا شيء. منو هاد؟ هذا رفيق راتب، راتب رفيق. من جماعة عبد الحميد مو هيك؟ إيه معلم، كان من جماعة عبد الحميد وراح يصير من جماعتك يعني معلم. جايبه معك جاسوس علينا؟ عم تضربني؟ إلي عم تضربني؟ أنا صرت رجال وما بسمح لك تضربني. عم ترفع سكيني بوشي ولا؟ برفعها بوشك، بوش أكبر منك كمان. ذبتها من إيدك. سهر إيدك ولا؟ اتركه لشوف شو بده يعمل فيها. ها؟
يا هاتم يلا وقف يا كلب. فسان دم؟ ما في شيء، جرح صغير. امشي امشي لاخذك على المستشفى. ما فيها شيء معلم. امشي لحالي.